السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجالية العربية بكندا جروب مهم جدا، وفي مقالة عن الهجرة إلى كندا بدون عقد عمل. أود أني أقرأ لحضراتكم تفاصيل الشروط بتاعت الهجرة إلى كندا بغير عمل، وبعض الأمور الأخرى اللي هي مهمة لطالب الهجرة إلى كندا. البوست دوت كتبه الأستاذ أسامة في 21 نوفمبر، وأنا بشكره على يعني مجهوده الكريم، وربنا يجعله في ميزان حسناته. البوست بيقول إيه؟ أول حاجة بدأ بأنه من أوتوا وصوت كندا، بيقول إن هذه الطريقة يستطيع بها أي شخص من العمل في كندا إذا سعى وراءها بشكل جيد ونفذ المطلوب حرفيا. فالعمل في كندا سهل إذا حققت شروطه ومتطلباته في برنامج الهجرة الكندي، والذي يتطلب إجراءات كثيرة بعد الشيء، وأيضا يتطلب عدة شهور لإتمامه. ولنبدأ الآن بشرح بعض الطرق. أول طريقة هي طريقة الهجرة إلى كندا بدون عقد عمل. الطريقة دي بيقولوا عليها منذ فترة إن كندا أطلقت نظام الهجرة السريع، وبعد التقديم واستيفاء الأوراق تم الاتصال بكثير من الأشخاص لاستكمال ملف الهجرة إلى كندا بدون عقد عمل. تلاحظوا هنا إن الناس بعد ما قدمت واستوفت أوراقها اتصلوا بيها بالناس دي، كتير من الناس، لاستكمال ملف الهجرة إلى كندا بدون عقد عمل، وهو أحد الشروط الأساسية برنامج إكسبريس إنتري. وكان سابقا أحد شروط النظام هو وجود عقد عمل مقدم من جهة عمل كندية للشخص الراغب في الهجرة لكندا، وهذا العقد كان يمنح الشخص تقريبا نصف النقاط التي يحتاجها للهجرة، والنصف الآخر كان يحصل عليه الشخص من اختبار اللغة والمؤهل الدراسي وبقية الشروط. وبعد السحب الأخير تم استدعاء أشخاص كثيرين للهجرة إلى كندا رغم عدم حصولهم على عقد عمل، وذلك لاستكمال ملفات الهجرة الخاصة بهم، وهذا عائد إلى إلغاء الحكومة الكندية لبند عقد العمل، وذلك بسبب عدم قدرة كثير من الأشخاص على الحصول على عقد عمل في كندا، نظرا أنهم لا يوجد لهم أقارب يساعدون في ذلك، وأيضا نظرا لصعوبة الحصول على عقد عمل لمن هم في كندا نفسها، فكيف بمن هم خارجها؟ الأمر الذي عمل على وجود عدد قليل من المتقدمين الذين يحملون عقود عمل، مما جعل الحكومة الكندية تتساهل في هذا البند وتلغيه لكي تعوض النقص الموجود بسبب هذا البند. فرصة الهجرة إلى كندا بدون عقد عمل مفتوحة دلوقتي، والآن الفرصة أصبحت أكبر للهجرة إلى كندا بنسبة 50% عن السابق، غير أن إجراءات النظام الجديد سريعة، وعلى كل شخص أن يحاول استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح. أما الأشخاص الذين لديهم عقود عمل بالفعل في كندا، فلا يعتقدوا أن مجهودهم في الحصول على عقد عمل من كندا قد ذهب هباء بسبب هذا القرار، لأنه في النهاية الأولوية لمن يمتلك عقد عمل. وهذا الكلام ينطبق أيضا على من لديه الفرصة في الحصول على عقد عمل من كندا، عليه ألا يتغاضى عن هذا الأمر، لأنه للحقيقة الأولوية تكون لمن لديهم عقود عمل. هذه آخر أخبار حتى الآن حول الهجرة إلى كندا بدون عقد عمل بعد إلغاء بند عقد العمل. في نظام جديد اللي هو هجرة كندا، النظام السريع. الهجرة إلى كندا هو برنامج تابع لدائرة الهجرة الكندية من أجل العمل على جلب العمالة الماهرة والكفاءات للعمل في كندا في المجالات. البعض يصل إلى كندا بفيزا سياحة، بعد الوصول يبحث في مواقع العمل مثل من هنا، ثم يتواصل مع أصحاب العمل ويحصل على فرصة خاصة
وإن الكثيرين يبحثون الآن عن الناطقين بالعربية. قد سأقدم لكم اليوم طرق الحصول على عقد عمل في كندا. وبالفعل كندا بها آلاف الوظائف وفي كل التخصصات، لكن أهم شيء مراسلة صاحب العمل أو مراسلة شركة من خلال موقعها على الإنترنت، والتعرف حول الوظيفة ومتطلباتها والتأشيرة الممنوحة وكيفية الحصول عليه. يمكنكم البحث عن عمل في كندا من خلال مواقع التوظيف التالية: مونستر، وركوبوليس، جوب بانك، بيست جوب اس سي اي، كندا جوبز، جوب زيلا، وو جوبز، جوب بوستنجز اليوتا. دول 9 مواقع ممكن تخشوا عليها تدوروا على عمل. لقد وضعنا في صوت كندا أشهر المواقع وأكثرها ثقة في البحث عن الوظائف في كندا. بعد أن تحصل على نتائج بحث حول الوظيفة التي تريد أن تشغلها وفي مجال تخصصك، حاول عند التقديم أن تتحدث عن نفسك بشكل جيد. كما ننصح دائما في موقع صوت كندا الأكثر شهرة والمعتمد رسميا من الحكومة الكندية، فننصحك بتقديم سيرة ذاتية جيدة وشاملة عنك، وتكتب لصاحب العمل كيف أنك أكثر شخص مناسب لهذه الوظيفة. والحصول على وظائف في كندا سهلة وسريعة، لكن لا مانع من المحاولة، لأن كثرة المحاولة تأتي بالنتائج، وخاصة المحاولة من خلال الإنترنت. والإنترنت مليء بالعديد من الفرص، لكن علينا بأن نبحث عنها ونقتنصها. أتمنى أن يكون الفيديو قد أفاد حضراتكم، وأن تضغطوا على علامة الإعجاب اللي هي بأسفل الفيديو، وتشيروا الفيديو للمزيد من الفائدة لإخواننا الراغبين في الهجرة إلى كندا، وتشتركوا في القناة ليأتيكم كل جديد وكل مفيد لكم ولأسركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.